التحليل. انا مدرب داخل عند هذا الشخص، ابغى اعرف الان هذا الشخص ايش الجماعه الاهم اللي عنده انا ابغى اساعده فيها عشان ما لو اختار شيء ولا بلا طبعا تقول ان يلم المعلم باستراتيجيات تعلم ايش هي استراتيجيات تعلم. لا 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 بعد المسار ولا أكمل قبل كل شيء استمرار هذا الوصول هذا الوصول بكرة نأخذ مصاري هذا تحديد الوصول كل عشان استمرار هذا أنا عن شيء قديم عشان تحديد العمل ميسو يفيدنا تحديد العمل ويفيدنا في التفصيل وفعلا تحديد العمل سهل عليك تحديد بس هذا التفصيل يعني إذا سويت تحديد العمل يعني التفصيل معاني مشكلة أن الأخ المدرب راح يقدم دور تدريبي للناس أصلاً مش عارف طبيعتها. أنا عندي سؤال أول من الدورة دائماً. كيف هذا المدرب؟ كيف هذا المدرب؟ إن شاء الله تسمو صغير. طيب. إذا إيه؟